شاشه العظام هو اللص الصامت، ما فيش اعراض مميزه ليه، اعراضه دايما بتبقى سايلنت، بيجي دايما في الوقت المتاخر، هو مثلا كسر اي خبطه بسيطه او اي حاجه ما نتخيلش ان هو ممكن يعمل كسر. اول حاجه واشهر حاجه بتيجي مثلا الست تقول او السيده تقول ان انا عندي حاسه ان انا في انحناء في ظهري عند العمود الفقري، ده بسبب ايه؟ بسبب انضغاط الفقرات، الفقرات بتبتدي تنضغط على بعضها من كتر ما هي بقت ضعيفه. تاني حاجه ممكن تحصل ان هو تيجي تقول انا حاسه ان انا قصرت، انا طولي بقى قصير، لما نيجي مثلا نحسب طول الدوت او الطول بتاع الزياره اللي فاتت ان هي فعلا ممكن تكون قلت 2 سنتي 4 سنتي، فنقول لها لا ده مش انت فعلا قصرتي ولكن ده بسبب هشاشه العظام. تالت حاجه واهم حاجه برضو الالم، بس لما بيكون في الم فده معناه انه ممكن يكون حصل كسر، فدي اهم 3 علامات بنقول ان هو ممكن يكون فيه هشاشه عظام. وطبعا الحاجات دي كلها بتبقى مجمعه لو في سيده في عندها انقطاع للطمث. ليه؟ علشان هرمون الاستروجين بيبتدي يقل، وهرمون الاستروجين هو الهرمون المسؤول عن توازن الخلايا البناءه والخلايا الهدامه للعظام، ونحن في السعودي الالماني نرعاكم كاهالينا.